السلام عليكم. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن مسألة تانية من المسائل بتاعة بانكر ألجوريزم. في السؤال ده برضو مديني سناب شوت من السيستم اللي موجود عندي، عبارة عن 5 بروسيس من ترقيمهم من أول صفر لحد رقم 4. برضو مديني هنا عدد الالوكيشن بتاع resources A و B و C و D لكل بروسيس منهم، والماكسيمم نمبر اللي أنا محتاجه لكل واحدة منهم علشان يحصل execution للبروسيس دي، ومديني هنا الافيلبل اللي موجود. وزي ما اتفقنا اول خطوه هنا بيسال عندي هل السيستم ستيت تعتبر سيف ولا لا. فبرضو اول خطوه عندي المفروض ان انا احسب النيد، واحنا اتفقنا النيد ده هو عباره عن طرح ما بين الماكسيمم والالوكيشن، يعني انا ماكسيمم محتاج كام من كل ريسورس عشان انفذ البروسيس بتاعتي، وانا ضمنيا معايا كام الوكيتد خلاص بالنسبه لي. فالمفروض ان انا احسب الفرق ما بينهم، يبقى ده اللي فاضل لي ان انا اعمله allocation علشان يحصل execution للبروسيس دي. فمن ناتج الطرح من الاثنين نقدر ان احنا نوصل للنتيجه اللي قدامنا دي، وزي ما اتفقنا كل رقم من هنا عباره عن الرقم بتاع الماكسيمم ناقص الالوكيشن. فنقدر ان احنا نراجع بس على الارقام سريعا كده ونشوف هي تمام ولا لا. طيب بعد كده الخطوة اللي احنا هنعملها ان احنا زي ما اتفقنا بنعمل iterations كده، نشوف كل واحدة من البروسيس دي هل النيد بتاعها يعني يتوافق مع الافيلو اللي موجود، ولو لقيت ان كل الريسورسز الموجودة متاحة ابدأ ان انا allocate الرقم ده ليها ويحصل execution، وبعد كده اريليز الحاجات اللي كانت allocated لها. فلو مشينا بالترتيب كده، لو جينا نبص على البي 0 انا هنا محتاج ايه، هلاقي ان انا محتاج 0 1 1 2. لما نيجي نقارن ما بين الاثنين دول وبعض اللي هو الافيلبل والنيد، هلاقي ان انا محتاج من هنا 2 لكن في المقابل محتاج او متاح معايا 1، فمش هينفع ان انا انفذ البي 0 دلوقتي. فهنعمل لها سكيب ونشوف اللي بعدها. هلاقي ان انا في البروسيس بي 1 محتاج من السي 3 وعندي هنا افيلبل 2، فبرضو مش هقدر ان انا انفذ البروسيس لا بي 0 ولا بي 1. لو جينا نبص على البي 2 هلاقي برضو نفس الكلام، ان انا عندي هنا الدي محتاج منها 3 وهنا 1، فمجرد بس ما شرط منهم ما يتحققش يبقى المفروض ان انا ايه ما اقدرش انفذ البروسيس دي. بعد كده البي 3 هلاقي 1 و1 و2 و2، ده كله بالنسبه لي متاح في الافيلبل موجود معايا، يبقى دي اول بروسيس اقدر ان انا انفذها. وبعد ما تتنفذ يبقى محتاج ان انا اعمل او اخد الجزء اللي كان allocated ليها وابدا ان انا اضيفه للافيلبل. يبقى انا دلوقتي لما اخد الجزء بتاع بي 3 واضيفه للافيلبل يبقى عندي 3 و2 هنا نكتب 5، بعد كده 3 و0 تفضل 3، 2 و0 تفضل 2، وعندي 1 و1 تبقى 2. وهبدا ان انا اكمل برضو في الايتريشنز بتاعتي، فهلاقي ان البي 4 محتاج 3 والافيلبل هنا 2، يبقى انا مش هقدر انفذ البروسيس دي. يبقى انا وصلت للنتيجة في الاخر ان في الاتريشن الاولى ما قدرتش انفذ غير البروسيس بي 3 بس. فهنديها ترقيم كده ان دي اول واحدة خلاص حصل لها اكسكيوشن، عشان هو طالب الاوردر اللي هيتنفذ بيه مجموعة البروسيس دي. لما نيجي نكمل يبقى انا عندي هنا برضو هبدأ من الاول، هلاقي ابص كده دي محتاج 2 1 1، دلوقتي بقى متاحين وموجودين معايا في السيستم، يبقى هقدر ان انا انفذ البي 0. يبقى دي كده رقم 2 اللي يعني هتتنفذ رقم 2 بعد البي 3، وابدا برضو ان انا اعمل ريليز للريسورسز اللي كانت موجوده معاها واضيفها للافيلبل. يبقى انا هنا هجمع دلوقتي 5 و1 يبقى مديني 6، عندي 3 و3 برضو تديني 6، 2 و1 يديني 3، و2 و2 يبقوا 4. يبقى ده كده الافيلبل متاح موجود معايا دلوقتي بعد ما البي 0 عملت ريليز للمجموعه اللي كانت allocated ليها. بعد كده نكمل في الاتريشنز بتاعتنا، نبص على البي 1 هلاقي محتاج 1 و3 1 2، ده كله بالنسبة لي هنا بقى موجود في الافيلبل، يبقى خلاص يبقى عندي هنا البي 1 تقدر تتنفذ. وبعد ما تاخد المجموعة دي وتريليز الريسورسز بتاعتها يبقى انا برضو هضيف الحاجات اللي الوكيتد ليها للجراف. يبقى انا هنا بالنسبة لي اقول 6 زائد 3 يبقى انا معايا 9، وستة زائد واحد هنا يبقى معايا 7، 3 زائد 2 يبقى معايا 5، و4 زائد 1 يبقى معايا 5. كده يبقى انا وصلت ان دي ترتيبها كده رقم 3 في التنفيذ. بعد كده نبص على البروسيس اللي بعدها اللي هي البي 2، فهلاقي ان انا محتاج 3 و3 و2 و2، انا المتاح معايا 5 5 7 9، يبقى انا هقدر
البي الافيلبل دي او اللي هو المتطلبات بتاعتها، يبقى انا فعلا هنفذ البي 2 وابدا ان انا برضو اريليز الريسورسز بتاعتها، يبقى دي رقم 4 في التنفيذ، وابدا ان انا برضو اضيف الايه الكونتنت بتاعها، يبقى انا عندي هنا 9 و1 يبقى معايا هنا 10، بعد كده 7 و4 يبقى معايا 11، و5 و3 8، و5 و2 7. بعد كده اخر بروسيس اللي هي البي 4، هلاقي طبعا الارقام اللي موجودة عندي متاحة، يبقى 3 من 7 و1 من 8 و2 من 11، يبقى هقدر ان انا انفذ البي 4 ويكون ترتيبها الخامس. وبعد كده الافيلبل هنا نبدأ ان احنا نضيف المحتوى بتاعها برضو، يبقى انا هنا معايا في الاخر 12 وهنا 12 و8 و10. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، لو محتاجين نتأكد ان الاعداد اللي موجودة معايا دي مظبوطة، المفروض ان انا لما اجمع كل الالوكيشن مع الافيلبل اللي كان متاح معايا في الاول يديني المجموع الاخير. فانا هنا مثلا لو حابين نتشيك على الريسورس دي، هلاقي ان 2 1 3 و2 5 و4 9 9، والمتاح اللي كان موجود معايا 1، يبقى فعلا وصلت في النهاية ل10، يبقى النتيجة بتاعتي في الاخر صحيحة. لو جينا نتأكد برضو من الريسورس A، يبقى انا عندي 1 و3 4 4 وهنا 5 يبقى 9 9، والافيلبل هنا كان 3، يبقى عندي في الاخر فعلا 12. يبقى انا كده اتأكدت ان النتائج بتاعتي واصلة في الاخر بشكل صحيح، الى جانب ان الترتيب اللي انا هقوله عليه دلوقتي اللي هيحصل فيه اكسكيوشن للنتائج بتاعتي، يبقى انا عندي هنا بي 3 هي اول واحدة اتنفذت، بعد كده اتنفذ البي 0، بعد كده البي 1، البي 2، بعد كده اخر حاجة كانت البي 4. يبقى ده كده بالنسبة لي اول اجابة للسؤال اللي انا عايزه، ان ده الترتيب اللي هيحصل فيه تنفيذ العمليات اللي موجودة، وان السيستم دلوقتي في وضع سيف. طيب في السؤال التاني بدأ يطلب طلب انه هو يقول لو البي 1 قبل الاكسكيوشن ده، عند يعني وقت السناب شوت اللي كانت حصلت، البي 1 طلبت ان هي يعني تجيت allocated كمان instant من الريسورس A وانستنت من الريسورس B، فهل الريكوست ده هينفع ان هو immediately كده الاوبريتنج سيستم ينفذه ولا لا؟ فاحنا في السؤال ده بنفترض ان هو الاوبريتنج سيستم هياخد الريسورسز دي ويعملها allocate للبي 1، وبعد كده نشوف الحاله بتاعت السيستم. لو هو فضل في حاله سيف، يعني في ترتيب ممكن ان البروسيس دي تتنفذ بيه، فساعتها نقدر نقول ان هو الريكوست دوت فعلا هيبقى granted ان هو يتنفذ immediately. لو لقيت ان هو وصل لانسيف ستيت، يبقى هقول له ان الريكوست ده ما ينفعش ان هو يتحقق. فاحنا هنلاقي ان احنا رجعنا للاول، بس كل التغيير اللي هيحصل ان انا دلوقتي في 3 ارقام هلاقيهم اتغيروا، علشان اقول ان البي 1 اتنفذ لها الريكوست ده كفرضية طبعا زي ما اتفقنا. اول حاجة هتتغير هنا الالوكيشن، يعني بدل ما في الحالة اللي فاتت كان الوكيتد ليها 3 و1، فلما تاخد 1 و1 كمان يبقى معاها هنا بدل 3 و1 يبقى 4 و2، يبقى القيم دي هنا دلوقتي بقت 4 و2. والحاجة التانية ان بما ان اخدت 1 و1، يبقى بدل ما كان الافيلبل من الريسورسز دي 3 و3، يبقى هيصبح ان هو ايه 2 و2. فده التغيير التاني. والتغيير التالت اللي هو النيد بتاع البروسيس بي 1. انا عندي هنا كان النيد بتاع البروسيس بي 1 كانت محتاجة كام، هلاقي ان هو محتاج 1 و1، يبقى دلوقتي بدل ما هي كانت لسه فاضل لها 2 و1 هيتبقى لها 1 و0. وطبعا ده كده شرط لازم نتأكد منه الاول ان هو الكلام ده لا يتعدى الماكسيمم اللي هو كان محتاجه. يعني انا كان الماكسيمم بالنسبة لي محتاج 5 و2، فانا لما الوكيت الرقم ده، او ان انا كان فاضل لي هنا 2 و1، ما ينفعش ان انا في الحالة الاولى، يعني في الحالة الاولى هنا كنت بقول ان النيت بتاعتي على السيستم حاليا 2 و1، فما ينفعش يجي لي ريكويست هنا باكتر من الارقام اللي موجوده في النيد، بحيث ان انا ما اتعداش الماكسيمم اللي كان المفروض ان انا ايه متاح للبروسيس دي ان هي تاخده. يعني على سبيل المثال لو الارقام دي كانت 1 و3، يبقى كان من الاول اصلا اقول ان الريكويست ده ما ينفعش ان هو يكون جرانتد. فده كده بالنسبه لي الايه كونديشن لازم اتاكد منها، ان الرقم اللي انا هطلبه كريكويست يكون اقل من النيد اللي فاضل لي على الماكسيمم ده. وهنبدأ ان احنا نحل السؤال بتاعنا زي بالظبط ما حلينا الخطوة الاولى. فهنبدأ ان احنا ندور على ترتيب معين للبروسيس ان هي ينفع تتنفذ بيه، فساعتها نتأكد ان السيستم دلوقتي في حالة سيف، وبناء عليه نقرر اذا كان الريكوست ده ينفع كان يتاخد ولا لا. فلما نيجي نبدأ نفس البداية بتاعتنا، يبقى احنا هنبدأ برضو نشوف
الارقام اللي موجوده دي تتوافق مع ايه من الافيلبل، ونشوف الايتريشنز بتاعتنا. فاحنا لو جينا نبص من الاول هنلاقي ان الرقم ده اكبر من المتاح، وبالتالي مش هقدر ان انا انفذ البروسيس. لما نيجي نبص هنا هنلاقي ان التلاته دي برضو اكبر من الاتنين، فبرضو مش هنفذ البروسيس دي. لما نيجي نبص هنا طبعا 3 و3 والافيلبل 1 و2، فبرضه مش هقدر انفذها. لما نيجي نبص على القيمه دي فهلاقي ان انا فعلا ممكن انفذ البي 3. يبقى انا عندي برضه البي 3 هتتنفذ اول واحده، ولما اعمل ريليز للريسورسز اللي كانت موجوده معاها فنبدا ان احنا نجمع، يبقى 2 و2 4، 2 و0 2، 2 و0 2 برضه، وبعد كده 1 و1 2. طيب بعد كده نبص على البروسيس الاخيره، فانا هنا محتاج 3 والمتاح هنا 2، فانا برضو مش هقدر انفذ. يبقى انا في الايتريشن الاولى معرفتش انفذ غير البي 3، فدي كده اول واحده. وبعد كده نكمل الايه في اللوب اللي بعدها. تعالوا كده نمسح الاكسات دي علشان نشوف لو في حاجه تانية ممكن تتنفذ في اللوب دي ولا لا. هنيجي نبص دلوقتي، لو جينا نبص دلوقتي ما بين الافيلبل وهنا هلاقي محتاج 1 و2 و1 1، فدلوقتي هم بقوا متاحين اهم في البروسيس او في الافيلبل يعني، فنقدر ان احنا ننفذ البروسيس دي. وبعد ما ننفذها يبقى هناخد الجزء اللي كان allocated ليها ونعمل له free. فهتلاقي ان احنا لما نيجي نجمع دلوقتي يبقى 4 و1 5، 2 و3 برضو 5، 2 و1 3، و2 و2 4. يبقى ده كده بعد ما نفذت الايه البروسيس بي 0، يبقى دي كده ترتيبها الثانيه، دي 2 ودي كده زي ما كانت 1. طيب بعد كده لما نيجي نبص على اللي بعدها يبقى دي كده كانت محتاجه 1 و3 و1، هلاقي ان الواحد والثلاثه والواحد موجودين هنا دلوقتي، فنقدر ان احنا نكسكيوت البروسيس بي 1، ونبدا برضو ان احنا نعمل فري اللي كان allocated ليها. فهنبدأ ان احنا نجمع، يبقى 5 و4 9 و5 و2 7 و3 و2 5 و4 و1 5. يبقى ده كده اللي هيتم بعد ما انا نفذت البي 1. طبعا بما ان احنا وصلنا للبي 1 وخلاص هي كده allocated ليها، او ان هي اتنفذت وعملت release للresource اللي كانت معاها، يبقى اقدر من دلوقتي اقول ان request بقى ايه يعني ينفع ان هو يكون granted وفعلا ياخد الارقام دي. لكن لما تعالوا نكمل يعني كتدريب لينا، لو جينا نبص على البروسيس اللي بعد دي هنلاقي ان احنا ممكن ننفذها برضو، ولما نعمل ريليز للريسورسز بتاعتها طبعا احنا نفذناها عشان الارقام دي تتوافق مع الافيلبل. فبعد كده هنيجي نجمع، يبقى انا عندي هنا 10 7 و4 11 5 و3 8 و5 و2 7، واخيرا البروسيس الاخيره لما نيجي ننفذها يبقى انا عندي 3 واحد واتنين محتاجهم، والارقام دي طبعا اكبر من اللي انا محتاجه، يبقى هقدر ان انا انفذها واجي اعمل ريليز. يبقى هنا 10، هنا بالنسبه لي 8، وهنا 12، وهنا 12. فطبعا هلاقي ان انا وصلت في الاخر لنفس الارقام. يبقى انا كده بالنسبه لي قدرت ان في ترتيب للبروسيس اللي اقدر انفذ بيه. يبقى انا دلوقتي السيستم بتاعي سيف، وفعلا اقول له ان هو ينفع الريكوست ده يكون granted immediately، ان هو البروسيس بي واحد فعلا تاخد اللوكيشن ده اللي هي واحد من الريسورس A وواحد من الريسورس B. وهنكتب له كده الترتيب بتاعنا ان هو بي 2 وبعد كده في الاخر بي 4. جه بعد كده طلب مني في السؤال اللي هو النقطة C ان لو في ريكوست كمان جه من البروسيس 2 ان هو عاوز 2 instant من الريسورس C، هل هينفع ان الريكوست ده برضو يحصل له اكسبتنس او ان هو يالوكيت الرقم ده للبروسيس بي 2 ولا لا؟ فنفس الكلام بالنسبه لنا هنطبقه، بس هنفترض هنا جدلا ان الريكوست ده جه بعد الريكوست الاولاني، يعني انا كده ضمنت ان الريكوست الاولاني ان هو فعلا جرانتد، فانا هفترض ان الريكوست ده جه بعده، فانا هشتغل على ان الريكوست الاولاني تم وخلاص، بقى البي 1 دلوقتي معاها نفس الارقام اللي موجوده. فاللي هيتغير دلوقتي علشان الريكوست ده برضو نفترض ان هو خلاص جرانتد وعايزين نشوف السيستم بتاعنا هيكون سيف ولا لا، المفروض ان دلوقتي الافيلبل بدل ما كان فيه 2 هيبقى 0 في حاله اللي هو الريسورس سي. الى جانب كمان بالنسبه للبي 2 هيبقى الوكيتد ليها، بدل ما هم 3 المفروض يبقى 3 و2 5، وساعتها هيكون باقي لها في النيد بدل ما هي 3 تكون 1. فده كده الوضع الحالي للسيستم بافتراض ان الريكوست الاولاني اتقبل وخلاص بقى allocated للبي 1 4 و2، والبي 2 هفترض ان جالها الريكوست دوت فبقت معاها 5.
طبعا لما نيجي نبص دلوقتي على النيد بتاعتنا، هلاقي ان انا عندي هنا اصلا مفيش ولا واحده من دول هينفع يعمل لهم اكسكيوشن، والسي متاح فيها زيرو. يعني انا عندي هنا الدي واحد وتلاتة وواحد وواحد واحد، فانا كده في الوضع ده مش هلاقي ولا بروسيس لما اجي اعدي عليهم واحده واحده. دي مش هينفع لان انا هنا محتاج واحد وفي زيرو، ولا دي هينفع ولا دي ولا دي ولا دي. يبقى انا بالنسبه لي هنا السيستم في الحاله دي هيكون انسيف، ان انا ما عنديش ولا مفيش ترتيب معين للبروسيس ان هو يتنفذ، لان في ريسورس مش موجود معايا. فدي كده الاجابه بتاعتي. وطبعا حتى في الوضع ده يعني لو كنا شلنا يعني ما بنيناش على الريكوست القديم ان هو يكون البي واحد allocated ليها الرقم ده، برضو ما كانتش هتفرق، لان كانت مشكلتي هتبقى في السي مش في الاي ولا البي. فده كده بالنسبه لنا الايه الوضع او الاجابه بتاعتنا، ان احنا مجرد ما عملنا لوب او اتريشن على البروسيس بتاعتنا هلاقي ان مفيش ولا واحده ينفع يحصل لها اكسكيوشن. فالوضع ده بالنسبه لي unsafe، يبقى مش هينفع ان الريكوست ده يكون granted، او ان هو مش هيتنفذ في الوضع ده. هيستنى لما يحصل مثلا اكسكيوشن لبروسيس معينه، ويكون في عندي متاح اكتر لعدد من الانستنت الموجوده في الريسورس سي، ساعتها ممكن يتشيك تاني اذا كان الريكوست ده ينفع يتقبل ولا لا. فده كده باختصار الحل للسؤال، وان احنا المفروض يكون ان هو وضح مفهوم البانكر الجوريزم عشان يافويد حدوث ديد لوك في السيستم بتاعي. شكرا، واشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله.